الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل نظرية النمو نموذج سولو بالأرقام، سولو مودل ان نمبرز. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. يفترض هذا المقطع القصير جدا بأن المتابع، الطالب أو الباحث أو المهتم قد اطلع على المقطع الذي عرضت فيه نموذج سولو بالتفاصيل الدقيقة. أرجو الرجوع إليه على ما يسمى بالبلاي ليست أو قائمة المقاطع لمن أراد أن يطلع على تلك التفاصيل حتى يفهم ما الذي يجري هنا في هذا المقطع القصير. الآن لنفترض بأن حصة العامل من إنتاج اللي هو دالة إنتاج، لكن لكل عامل، هذه كيو هي متوسط إنتاج العامل، حاصل قسمة كمية الإنتاج الكلي في الاقتصاد مقسمة على عدد العمال أو على حجم السكان. فكيو هاي متوسط الإنتاج لكل عامل أو لكل فرد من السكان تساوي 10، بس افتراض فقط بسيط، 10 مضروب في حصة العامل من رأس المال، حصته الآن حاصل قسمة الستوك اوف كابيتال أو مخزون رأس المال مقسم على عدد السكان أو على عدد العمال، كيس صغيرة مرفوع على القوى نصف، أي بمعنى آخر كيس صغيرة تحت الجذر التربيعي. فكيو تساوي 10 مضروبة في كي للقوى نصف، وأن الآن الادخار S هذه حجم الادخار الكلي يساوي معدل الادخار مضروب في كمية الانتاج لكل عامل تساوي 10%، إذن S الصغيرة هذه تساوي 10% مضروب في كمية الانتاج لكل عامل، وأن معدل اهتلاك رأس المال هذه اللي هي دلتا سمول دلتا يساوي 5% من كي، من كي اللي هي الصغيرة اللي هي حصة العامل من الانتاج. نبدأ الآن بحصة العامل من رأس المال اللي هي كي الصغيرة تساوي 100، أي بمعنى آخر 100 الآن نبدأ بها كحصة العامل من حجم رأس المال الموجود في الاقتصاد. الآن سنقوم بصناعة هذا الجدول الدال على نفسه بنفسه. عندي الخلية الأولى هنا حصة العامل من رأس المال، هنا كمية الإنتاج لكل عامل كيو تساوي 10 في كي القوى نصف. الخلية الثالثة تساوي حاصل ضرب معدل الادخار في كمية الانتاج لكل عامل، وبتعطيني الآن أس الكبير اللي هي قيمة الادخار. هنا DEP of K يعني depreciation of K اللي هي معدل الاهتلاك أو الاهتلاك اللي هو حاصل ضرب 5% في K، هذه بتعطيني depreciation في الكابيتال لكل عامل اللي هي اهتلاك رأس المال لكل عامل. وهنا آخر خلية الخامسة تعطينا التغير في حجم رأس المال لكل عامل. بما أنه ذكرنا بأننا سنبدأ بمئة الآن، المئة هذه الكمية التي سنبدأ بها حصة العامل من رأس المال، مئة عندما نعوضها في دالة الإنتاج لكل عامل، مئة تحت الجذر التربيعي اللي هي الآن K تساوي 100 مرفوع على القوة نص، إذن يعني الجذر التربيعي للمية تساوي 10 مضروب في 10، إذن أعطتني 100. 10% من هذه المئة أعطتني 10، 5% كما ذكرت الآن 5% من المئة أعطتني 5، إذن التغير في حجم رأس المال يساوي 5. الآن هذه العشرة الادخار نفترض أنها ستذهب إلى تراكم رأس مالي، وبالتالي المئة أصبحت 110. سنهمل الآن الديبريشيشن أو الاهتلاك فيما في الزيادة في رأس المال، وبالتالي الآن أصبح التراكم رأس المال 110. إذن الآن 110 عندما نعوضها في هذه الدالة تعطينا 104.8809. إذا أخذنا منها 10% فقط لا غير بتعطيني قيمة الادخار. الآن 5% هذه 5% من التراكم رأس المال الجديد أعطتني 5.5، وأخيرا التغير في حجم رأس المال التراكم رأس مالي لكل عامل انخفض من 5 إلى 4.9888. نلاحظ أنه سينخفض باضطراد. الآن الحالة طبعا يعني نراكم رأس مال، وبالتالي الآن هذه الآن الادخار سيذهب إلى تراكم رأس مالي، وبالتالي منزيد هذه تذهب إلى تراكم رأس مالي، وبالتالي 110 مضاف إلى هذه القيمة بتعطيني مخزون رأس المال لكل عامل الجديد. إذا عوضنا هذا المخزون الجديد في دالة الإنتاج هذه تعطينا كمية الإنتاج 109.7671، 10% من هذه القيمة بتعطيني الإدخار، 5% من هذه القيمة بتعطيني الاهتلاك،
وهنا التغير في اهتلاك رأس المال انخفض. الحالة الثالثة أو الرابعة الآن هذه القيمة ستتراكم فوق رأس المال السابق، وبالتالي إذا أضفناها لهذا الادخار سيذهب إلى التراكم الرأس مالي، تعطينا هذه القيمة تصبح 131.4648 10%. إذا عوضنا هذا المخزون من رأس المال في دالة الإنتاج هذه تعطينا هذه القيمة، 10% من هذه القيمة تعطينا هذه القيمة، و5% من هذه القيمة تعطينا هذه القيمة، وبالتالي الآن تراكم الرأس مالي أصبح 4.89257 انخفض. وهكذا الآن وهكذا حتى نصل إلى يعني الحالات الأربعة ما تبقى من التعويضات. لنفترض بأننا وصلنا إلى هذه الحالة 355.0077، إذا عوضناها في هذه الدالة تعطينا كبية الإنتاج 188.4165، 10% من هذه القيمة تعطيني قيمة الادخار، و5% من هذه القيمة تعطيني قيمة اهتلاك رأس المال، والتغير وصل إلى 1.091246. لأن هذا التراكم الرأسمالي أو الادخار سيذهب إلى التراكم الرأسمالي ما يعطيني الآن القيمة الجديدة هذه. يعني إذا أضفنا هذه القيمة من الادخار ذهبت إلى التراكم الرأسمالي، فتصبح الآن 373.4893. إذا عوضنا هذه القيمة في دالة الادخار هنا تعطيني كمية الإنتاج، 10% من هذه القيمة أعطتني قيمة الادخار، 5% من هذه القيمة أعطتني الاهتلاك لرأس المال، وأخيرا التغير في رأس المال أصبح أقل من 1 صحيح. الحالة قبل الأخيرة اللي هي الآن هذه قيمة الادخار ذهبت إلى تراكم رأس المال فأصبح 393. إذا عوضنا هذا المبلغ أو هذا مخزون رأس المال في دالة الإنتاج لكل عامل تعطيني هذه القيمة، أخذنا 10% من هذه القيمة أعطتني قيمة الادخار، 5% من هذه القيمة أعطتني قيمة اهتلاك رأس المال، وقبل الأخير الآن نلاحظ بأن التغير في مخزون رأس المال لكل عامل انخفض بشكل ملحوظ. آخر حال الآن هذا الادخار سيذهب إلى تراكم رأس مالي، فتصبح الآن كمية المخزون الرأس مالي يساوي بالحالة هاي 400. الآن إذا دخلناها هنا بدالة الإنتاج تعطيني 200، 10% من 200 أعطتني 20، 5% من 400 أعطتني قيمة اهتلاك رأس المال، والآن التغير في رأس المال في كمية مخزون رأس المال أصبح صفرا. في هذه الحالة الأخيرة الآن أكبر كمية تراكم رأس مالي أصبحت 400، قيمة الإنتاج 200 وحدة أو كمية الإنتاج، الإدخار 20 وحدة، اهتلاك رأس المال يساوي قيمة الإدخار يساوي 20، وبالتالي التغير في الستوك كابيتال يساوي 0. الآن هاي الرسم البياني، هذه الرسم البياني يعطيني معلومات، كل المعلومات الملخصة هنا، الموضوع هنا هو ملخص في هذا الشكل. المحور الأفقي رأس المال لكل عامل، أعلى قيمة تراكم رأس مال لكل عامل ما يسمى بالحالة الثابتة أو steady state كما سماها سولو وصلت 400 كما ذكرناها هنا. الآن هذه 400 تعطيني كمية الإنتاج أعلى إشي 200، ما يعني الآن بأن هذه قيمة الآن الادخار أعلى إشي 20، ما يبقى عندي 180 بالحالة هاي عندي استهلاك، وطبعا عند هذه النقطة الادخار يساوي الاهتلاك، وبالتالي هنا التراكم الرأسمالي يقع في هذه العدسة هذه الزهرية. مجموع التراكم الرأسمالي هو المساحة المحصورة بين نقطة الأصل، هذه نقطة الأصل، وكي ستار دبل ستار 400 أفقيا، ومنحنى دالة الادخار أي من هذه دالة الادخار وهذا الخط المستقيم عموديا، يصل أعظم كمية ممكنة بالمعطيات الراهنة فيكون 400 طبعا الكي دبل ستار، أما كمية الإنتاج القصوى فهي 200، بناء على ذلك يكون أقصى ادخار 20 وأقصى اهتلاك 20. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، وإلى لقاء آخر إن شاء الله قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.